بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تتزمزي أكوس سيرة نبتم صلى الله عليه وسلم. أهمية السيرة، ما هي أهمية السيرة؟ ومهم وكجوة سيرة نبتم صلى الله عليه وسلم. كان السلف الصالح يلقن الأولاد كما تلقن كيف تقرأ الفاتحة، الأولاد يلقنوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما واليوتانغولية والكوة وكفندشة وتتواء سيرة متومة صلى الله عليه وسلم كما والفقوة ونفنشة سورة الفاتحة. حتى ينشأ الأولاد على هذه السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وتتواء ونكولية كتك سيرة متومة صلى الله عليه وسلم. لأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به لله سبحانه وتعالى. بسبب كجوة متومة صلى الله عليه وسلم نكجوة سيرة متومة صلى الله عليه وسلم ندين ننعبادة بكم بأمتو أن يكربشك الله سبحانه وتعالى. الذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر كفر أكبر. يولي أن بيكم بهانا كتك مويواك ما بنزي متومة صلى الله عليه وسلم هو تقوى أمي كفور ومنجي كتك وكفير اليوم كبوة. لابد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لكل مخلوق. Hatuna budi kumpenda Mtume صلى الله عليه وسلم kuliko viumbe wote. لكن لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. لكن ما بينزا متومي صلى الله عليه وسلم هافاي كواساوة نما بينزي الله سبحانه وتعالى. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تحت محبة الله. ما بينزا متومي صلى الله عليه وسلم يكو تشيني يا ما بينزي الله سبحانه وتعالى. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كوانيني تنما بينزا متومي صلى الله عليه وسلم. لأن محبة عليه الصلاة والسلام دين يتقرب به لله سبحانه. كواساوة كمبينزا متومي صلى الله عليه وسلم نديني تنكروبيشا كو الله سبحانه وتعالى. الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر كفر أكبر. يولي أن بيكون بهم بندم تومي صلى الله عليه وسلم أنا إنجيك أتكو كافير اليوم كوبا. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبب لهدايتنا عليه الصلاة والسلام. تنام بندم تومي صلى الله عليه وسلم كسبويين ديو سبب ياسيسي كونكوكا. كل معروف يأتينا سبب النبي صلى الله عليه وسلم. كلا وما أمبتيا تومي صلى الله عليه وسلم. ولما بذل عليه الصلاة والسلام غاية الجهد وأوذي في الله حتى يصل لنا هذا الدين. متومي صلى الله عليه وسلم أمريكا جهودي كبوة كبيسة هذه لو هي ديني متفكية. ونحب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق والأعمال والاعتقاد. نتنبين متومي صلى الله عليه وسلم كسبو الله سبحانه وتعالى متلتيا أزوري وإسلامه نأخلاقياك نعقيدة بكمبان يساوى كبيسة. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فيبي تنبين متومي صلى الله عليه وسلم هل يكوى مكوفة؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم السنة. كمبيندا متومي صلى الله عليه وسلم بعد يا كوانبا يي أميكوفا نكوبيتيا كجيفونديشا سنة متومي صلى الله عليه وسلم. أهم الكتب عندنا في تعلم السنة بلوغ المرام كتاب ابن حجر رحمه الله. كتاب كيزوري زايدي يا كجيفونديشا سنة متومي صلى الله عليه وسلم لكتاب كنايتو بلوغ المرام تشا ابن حجر العسقلاني رحمه الله. لابد أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر علينا. Hatunabudi kutekeleza suna mtume sallallahu alayhi wa sallam na iwe inadhirika katika mili yetu. Labud an nad'u ila sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nualim annasa sunna. Hatunabudi kuifundisha suna mtume sallallahu alayhi wa sallam. At-ta'lim li sunna kad yakun bil'amal wa kad yakun bil'qawli. Kufundisha sunna inaiza kwa matendo au kwa mdomo. Labud an nudafi an sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam na dhub anha. Tunafaa kuilinda na kuihami sunna mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-a'imma al-arba'a mathalan rahimahumullah. Wanavyoni wanne Mwenyezi Mungu awarehemu mfano. Haula al-a'imma al-arba'a hum a'immat ahlus-sunnah wal-jamaa. Hao wanavyoni wanne ni wanavyoni wa ahlus-sunnah wal-jamaa. Abqa Allah dhikrhum ila yawmin hadha natarahham alayhim. Mpaka leo hii tunawakumbuka na tunaombea rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha abqa Allah subhanahu wa ta'ala dhikrhum wath-thana' al-hasan. Kwa sababu nini Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia hao maimamu wanne mpaka leo wanakumbuka kwa uzuri? Li'annahum ahabbu sunnata an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu walikuwa wanapenda zaidi sunna mtume sallallahu alayhi wasallam. Ta'allamuha. Wamejisomesha. Wa'amilu biha. Na wakaifanyia kazi. Wada'u ilayha. Na wakafanyia da'wa. Wadafa'u anha. Na wakailinda. Abqa Allah subhanahu wa ta'ala lahum adh-dhikra al-hasan. Kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kajalia wao mpaka leo wanatajwa kwa uzuri. Lakini alladhi yabtadi', lakini wale ambao kwamba wanaingia katika bid'a, yukhalif hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wanaenda kinyume na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, yabqa dham alayhi ila yawm al-qiyamah,
mpaka leo yani watu wanakuwa ni wenye kuwazungumzia vibaya mpaka siku ya kiyama. Yaum al-qiyama nasra'afu as-salama yu'aqab bi an yub'ad an hawd an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Siku ya kiyama watakuwa mbali na hawd ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Aradta an tashrab min hawd an-nabi sallallahu alayhi wasallam labud an tattabi' fi hadhihi ad-dunya hadiya an-nabi alayhi sallallahu alayhi wasallam. Kama mtu anataka kunywa maji mazuri katika hawd ya mtume sallallahu alayhi wasallam basi anafaa kufuata sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. La'anna al-hawd yub'ad anhu unas kwa sababu hiyo hawd iko mbali na watu ambao kwamba ni wabaya. An-nabi sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam yas'al limadha ub'id haula atauliza kwa nini hao watu wamewekwa mbali na hiyo hawd. Yuqal lahu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak haula ibtad'u fi din an-nabi sallallahu alayhi wasallam ataambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wewe hujui kwamba kile ambacho kwamba walikifanya baada yako hakika walizusha wakaleta uzushi baada kuondoka kwako. Al-jazaa min jinsi al-amal malipo ni kulingana na amali. Tattabi' tashrab min hadhihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam ukifuata njia mtume sallallahu alayhi wasallam na wewe utakunywa katika hawd. Tabtadi' tub'ad 'an al-hawd wala tashrab minhu lakini ukifanya mambo ya uzushi na bid'a utakuwa mbali na hii hawd ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Asallahu subhanahu wa ta'ala yasqina min hawd nabina alayhi salatu wassalam wallahu a'lam. Amin. Anasema Sheikh tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale ambao kwamba watakunywa katika hawd ya mtume sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam.